أخي أحمد، إذا لم تتمكن السعودية وتركيا، أنا الآن لا أتحدث عن مصر، كنت أتحدث عن مصر بصفتها الثقل الثالث في المنطقة، لكن بوجود رئيس يعني بمستوى الرئيس السيسي لا أريد أن أتحدث عن مصر، أتحدث عن السعودية وأتحدث عن تركيا. أردوغان ابتداء من اليوم، التعاون واجب شرعي وقومي وإنساني وديني وسياسي واقتصادي، واجب على الطرفين من أجل الوصول إلى القنبلة النووية. رغم وجود تركيا في حلف الناتو، لكن هذا الحلف لن يحميها من الدول النووية المنتشرة في المنطقة. كذلك المملكة العربية السعودية لن تحميها القنبلة الباكستانية. القنبلة الباكستانية غير كافية لحماية المملكة العربية السعودية، خصوصا بعد أن طلبت السعودية من باكستان تزويد المملكة بقوات لتقف على الحدود مع اليمن، ورفض البرلمان الباكستاني. بالتالي انطلاقا من هذه النقطة، يجب عدم الاتكال وعدم الاعتماد على القدرات النووية الباكستانية لحماية المملكة العربية السعودية. علينا أن نمتلك القدرة ونمتلك تخصيب 80% ونكون جاهزين. إذا فجرت إيران التجربة الأولى، نكون جاهزين لتفجير تجربتنا بعد أيام أو أسابيع بالكثير، كما حصل تماما بين الهند وباكستان. عندما فجرت الهند التجربة النووية الأولى، كانت باكستان تراقب البرنامج النووي الهندي سرا، وكانت تحضر برنامجها الموازي سرا، وبعد شهرين أو ثلاثة، شهرين ونصف، قامت باكستان بالرد بإطلاق أول تجربة نووية في وجه أول تجربة نووية هندية. علينا أن نكرر هذه التجربة إذا أردنا أن نخلق توازنا في المنطقة. أما من دون ذلك فإن التوازن سيبقى فيه هذا الخلل الكبير لصالح إيران وحلفاء إيران في الغرب، وبالتالي يوما ما هؤلاء سوف يستعبدون العرب والأتراك، والمنطقة فيها أمتين كبيرتين، هما الأمة العربية ممثلة اليوم في المملكة العربية السعودية، والأمة التركية ممثلة اليوم بتركيا أردوغان. وإذا ما تغير أردوغان في تركيا، الحسابات سوف تكون مختلفة. هناك 5 سنوات أمام الرئيس رجب طيب أردوغان على المملكة العربية السعودية أن تستفيد من هذه السنوات الخمس بإجراء تحالف سري علني. لا أدري، السياسيون أدرى من الصحفيين في هذا. عليهم أن يتفهموا أن المصير هو مصير أمة، أن القضية قضية أمة، وبالتالي على البلدين التعاون لإنتاج سلاح نووي عربي إسلامي حقيقي. ما دون ذلك سوف نكون أمة مستعبدة. هذا الاتفاق الذي حصل بين السعودية وإيران هو اختبار صيني، اختبار صيني برعاية الصين. الصين لها مصلحة بالاستقرار، كما نحن لنا مصلحة بالاستقرار، لأنها بلد يعتمد على التجارة والاقتصاد. أمريكا لها مصلحة بالتوتير والحروب، وبالتالي لا يمكن أن تسعى أمريكا لمصالحة بين السعودية وإيران. سعت الصين لأن هذا ينسجم مع مصالح الصين. إيران لن تلتزم بهذه الاتفاقات، لن تلتزم. إيران تعتبر الآن أنها أمام استراحة المحارب لا أكثر ولا أقل لتنظيم صفوفها. لن تلتزم بهذا، تعتبر نفسها منتصرة ونشوة الانتصار عالية جدا لديها، وبالتالي علينا أن نكون جاهزين للجولة القادمة مع إيران. إيران تحاربنا بمخالب قوية وصلبة في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي غزة، تحاربنا ولا تحارب إسرائيل، ولن تحارب إسرائيل. هي تدرك بأن صاروخا إيرانيا واحدا على إسرائيل سيؤدي إلى القضاء على النظام. طيب، لذلك لا يمكن أن تخطئ خطأ صدام حسين ولا خطأ غير صدام حسين، لا يمكن أن تخطئ هذا الخطأ.